السلام عليكم واهلا بكم. بنكمل مع بعض منهج كونكت 4، منهج الصف الرابع الابتدائي. خدنا مع بعض يونت 7 ويونت 8 الوحده 7 والثامنه بالتفصيل، والنهارده هناخد يونت 9 الوحده 9 بعنوان What makes us special. What makes us special، ما الذي يجعلنا مميزين. هسيب لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو قائمه تشغيل فيها شرح المنهج بالتفصيل وحل تدريبات كتاب المعاصر، ونبدا مع بعض يونت 9 What makes us special. Lesson 1 الدرس الاول Reading قراءة Games around the world لعب حول العالم صفحة 109 من كتاب المعاصر. Key vocabulary كلمات مفتاحية games 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 العاب hide and seek hide and seek hide and seek لعبة الاستغماية او الغميضة winner 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 فائز هي win لوحدها بمعنى يفوز. طيب winner فائز musical chairs musical chairs لعبة الكراسي الموسيقية هنتكلم عليها النهاردة، وهنتكلم على hide and seek لعبة الاستغماية player player لاعب presents presents هدايا parcel parcel طرد او هدية لعبة اسمها pass the parcel برضو seeker seeker باحث extra vocabulary كلمات اضافية chair 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 كرسي traditional 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 تقليدي person 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 شخص children 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 هنا بمعنى اطفال child لوحديها بمعنى طفل وده جمع شاذ يبقى child جمعها children wide wide واسع popular 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 يعني مشهور wedding 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 حفل زفاف place 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 مكان. في بعض الكلمات بتتكرر فتبقى سهلة الحفظ conjugation of verbs تصريف الافعال في regular verbs افعال منتظمة لما اجي احولها من المضارع للماضي بحط لها دي او اي دي او اي دي في irregular افعال شاذة بغير شكلها count counted اي stop stopped respect respected rap wrapped join joined pass passed unwrap unwrapped هنا اي دي هنا الحرف اللي قبل الاخير متحرك فضعفنا الحرف الاخير وحطينا اي دي هنا اي دي هنا برضو ضعفنا الحرف الاخير وحطينا اي دي يبقى في بعض الاضافات بحطها للافعال المنتظمه عشان احولها من المضارع لايه للماضي. طب تعال نشوف الافعال الشاذه sit sat hold held hide hid become became run ran learn learned او learned learn learned او learned important expressions and propositions تعبيرات وحروف جر مهمة get together with get together with يتقابل مع be ready to be ready to كن مستعد لي around the world around the world حول العالم the next the next التالي take away take away يزيل او يبعد the last one left the last one left اخر من تبقى here are some here are some like بعض more fun اكثر متعة take off take off يزيل او يسحب put out put out put out يضع play music play music يشغل الموسيقى respect rules respect rules يحترم القواعد. النهاردة هنتكلم على party games الالعاب الجماعية زي مثلا in the bus the parcel جيم في لعبة تمرير الطرد وجيف بريزنس ندي هدايا هدايا كده بتبقى مغطاة متغطية مثلا وتقعد تلف والموسيقى تشتغل واللي الموسيقى تقف عنده يبدأ يشيلها وياخد الهدية او يشيل الكفر وياخد الهدية. We need to play some music in the musical chairs game احنا محتاجين نلعب او نشغل هنا بعض الموسيقى في لعبة الكراسي الموسيقية يبقى مثلا 5 كراسي وست اشخاص يبدأوا يلفوا حوالين الكراسي والموسيقى شغالة أول ما تقف يقعد 5 طب في واحد يخسر اللي مش بيلحق يقعد بيخسر ويفضل يخسر لغاية ما يتبقى 2 على كرسي واحد اللي الموسيقى بتقف عنده ويلحق كرسي هو الوينر هو الفائز. In hide and seek game في لعبة الاستغماية we need a wide place to play it محتاجين مكان واسع في واحد بيدور على زمايله بيستخبوا واللي بيمسكه هو اللي بيجي ايه مكانه. My dad gave me a note on my birthday أبي أعطاني هدية في عيد ميلادي. He won the game هو فاز باللعبة. He is the winner هو الفائز. He is sitting هو قاعد on the chair على الكرسي.
ونكمل مع بعض 111 بارتي جيمز الالعاب الجماعيه. When we get together with our friends to celebrate something يعني عندما نجتمع مع اصدقائنا عشان نحتفل بشيء like a birthday زي عيد ميلاد or a wedding او حفل زفاف. The children often play games الاطفال غالبا بيلعبوا العاب. Here are some traditional music traditional games هنا بعض الالعاب التقليديه. People play around the world الناس بيلعبوها حول العالم. اول حاجه pass the parcel يعني pass the parcel او مرر الطرد. We all love to give presents it's even more fun to open presents يعني كلنا بنحب ندي هدايا بس فتح الهدايا اكثر ايه متعه. طب تعال نشوف اللعبه دي how to play ازاي نلعبها. wrap a small present يعني بنلف هديه صغيره and cover it in lots and lots and lots of paper ونلفها في ورق 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 كتير. the players sit in a circle هنا اللاعبين بيقعدوا فين على شكل دائره على شكل ايه دائره. play some music بيتم عرض بعض الموسيقى او عزف بعض الموسيقى او تشغيل الموسيقى. players give the present to the next person اللاعبين بيدوا الهديه للشخص الثاني. as the music plays بينما الموسيقى بيتم ايه تشغيلها. when the music stops عندما تتوقف الموسيقى. the player holding the present اللاعب اللي في ايده الهديه takes off one piece of paper بيقطع ايه القطع او الورق اللي على الهديه. the player who unwraps the present keeps it اللاعب اللي هو بيشيل الورق اللي على الهديه keeps it بيحتفظ بيها. هنا في سؤالين. the word unwrap unwrap معناه open بيفتح. the word keep keep بمعنى take keep يحتفظ او take بياخذها. اللعبه الثانيه musical chairs الكراسي الموسيقيه. run but be ready to sit يعني اجري بس خليك مستعد تجلس. how to play ازاي تلعب. put out some chairs حط مجموعه من الكراسي. if you have 6 players لو عندك 6 لاعبين you only need 5 chairs محتاج 5 كراسي. play some music شغل موسيقى. players run around the chairs بيبدا ايه الست اشخاص بيجروا حوالين الخمس كراسي. when the music stops لما الموسيقى تتوقف everyone sits down كل واحد بيقعد. the player without the chair is out اللاعب اللي بدون كرسي او اللي مش بيلحق كرسي خسران. take away one chair and play again خدوا الكرسي ويلعب تاني خدوا كرسي ويلعبوا ايه تاني. هايد اند سيك استغمايه تعال نشوف اللعبه اهي. ادي واحد مستخبي وهم دول ايه بيهربوا منه ويستخبوا. This is a very old and popular game لعبه قديمه ومحبوبه جدا. Many players كثير من اللاعبين can join in this exciting game ممكن يلتحقوا بهذه اللعبه الشيقه. All you need كل اللي بتحتاجه is a wide place مكان واسع. To play it عشان تلعبها. How to play طب ازاي بتلعبها. One player لاعب واحد called the seeker يسمى الباحث اللي هو بيجري ولا زمايله ويشوفهم مستخبيين. closes his or her eyes بيقفل عينه او لو هي بنت بتقفل عينيها and counts to 10 بيبدا يعد ل 10 1 2 3 4 2 10. the other players hide الباقي بيستخبى. the seeker tries to find them الباحث بيحاول يلاقيهم. the first player the seeker finds اللاعب الاول اللي هو الباحث بيلاقيه becomes the next seeker بيبقى الثاني. يعني مثلا انا مسكت واحد لو انا السيكر وجريت وراهم مسكت واحد بيبقى هو ايه اللي بيجري ورانا. the last one left is the winner الاخير اللي بيتبقى ويقدر يستخبى كل مره وما يتمش ماسكه هو the winner الفائز. ونحل مع بعض general exercises تدريبات عامه على الدرس الاول يونت 9. يقول لي where برتب طبعا where are the children اين الاطفال. هنا the seeker tries to find them بيحاول ايه يلاقيهم. which game only needs people اللعبه اللي بتحتاج ايه الناس. السؤال الثاني بيقول لي ايه مجموعه من الكلمات بحط الكلمه المناسبه في المكان المناسب. we all love to give presents كلنا بنحب ندي هدايا. wrap a small اكيد present اقفل هديه او غطي هديه او كفر للهديه اند كفر ات وغطيها ان لوتس اند لوتس اوف بيبر ورق ورق كتير. ذا بلاير سيت ان ا سيركل بيقعدوا فين في دايره اند بلاي سام ميوزك موسيقى بتشتغل. بلايرز جيف ذا بريزنت اللاعبين بيدوا الهديه تو ذا نيكست بيرسون للشخص التاني. از ذا ميوزك بليز بينما الموسيقى بيتم ايه تشغيلها. ذا بلايرز هو ان رابس اللاعب اللي بيشيل الورق من على البريزنت كيبس ات بيحتفظ بيها. السؤال الثالث رتب
السؤال التالت وصل. When the music stops, everyone sits down. لما الموسيقى بتقف كله بيقعد في الميوزيكال تشيرز، واللي ملوش كرسي ده الخسران. The seeker closes his eyes، يعني الباحث بيقفل عينيه. And counts to 10، وبيعد الرقم 10 قبل ما يستخبوا. Many players can join in this exciting game، كثير من اللاعبين ممكن يلتحقوا بهذه اللعبة. The first player the seeker finds، يعني أول لاعب الباحث بيجده. Is the winner، يعني is the winner هو الفائز. ولا become the next seeker، يبقى the first player the seeker finds هو become the next seeker، اللي بيمسكه بيبقى هو ايه؟ الباحث التاني. السؤال الرابع، قطع الكراسي الموسيقية، لسه واخدين اللعبة فهنحلها على طول. In the musical chairs game، في لعبة الكراسي الموسيقية، the chairs should be less، بتبقى أقل من اللاعبين طبعا بواحد بكرسي، يعني لو 6 لاعبين يبقى 5. طب لو 5 لاعبين يبقى 4 كراسي. The player without a chair، يعني اللاعب اللي بدون كرسي. Is not the winner، ليس الفائز. What do players do in the musical chairs game، اللاعبين بيلعبوا ايه في لعبة الميوزيكال تشيرز؟ أو البلايرز run around the chairs، بيجروا حول ايه؟ الكراسي. summarize يعني لخص فكرة النص في جملة واحدة. انا بتكلم على ايه؟ على musical chairs، لعبة الكراسي الموسيقية. ممكن نقول ايه؟ is an interesting game، لعبة شيقة. السؤال الخامس، بانكتويت، in which game do you need to run الاي كابيتال، في اي لعبه محتاج تجري او مضطر تجري؟ ده سؤال يبقى في النهايه علامه استفهام. السؤال الاخير، ذا ميوزيكال تشيرز جيم، لعبه الكراسي الموسيقيه، لسه واخدين قطع عنها، ممكن نكتبوها بس الافضل بكتب العنوان، بسيب علامات تنصيص في العنوان، بسيب مسافه في اول سطر، وابدا اجاوب من العناصر الارشاديه. ما هو جايب لي جايدنج فاكت فايل، مجموعه من الحقائق عن اللعبه. هاو كان يو بلاي ذيس جيم، بتلعبها ازاي؟ ران بات بي ريدي تو سيت، اجري بس تكون مستعد ان تجلس. يبقى انا بجاوب على الاسئله دي. I can play this game، مثلا انا بقدر العبها. by running، عن طريق الجري. but being ready، بس اكون مستعد. طب what should the players do، اللاعبين ينبغي ان يفعلوا ايه؟ when the musical stops، everyone has to stop sit down، everyone يعني كل واحد، has to sit down يعني يجب ان يجلس. يبقى ممكن اقول ايه؟ the players should sit down. يبقى كان حلو كده مع بعض من هنا. يبقى هكتب هنا العنوان، the musical chairs game، ادي العنوان. سيبنا مسافة، هقول we can play this game، ممكن نلعب هذه اللعبة. by running، عن طريق الجري. but ولكن، being ready، ان نكون مستعدين. يا مستر تاني سطر، بنبدا من اول السطر. ايوه اول سطر بس، بنسيب مسافه تو سيت، دي اول جمله. ذا بلايرز شوت، يبقى انا اكني بجاوب على الاسئله، هو جايب لي سؤال بالاجابه، يعني انا بنسقهم بس. ذا بلايرز، هنا ذا بلايرز، ايم سوري، ذا بلايرز شوت، يعني ينبغي على اللاعبين. شوت ايه؟ سيت داون. امتى؟ when the music stops. وبكده يبقى خلصنا الدرس الاول في يونت 9. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد وفي معلومه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.